يعطيكم الصحة على البذرة اللي قمتوا بها وصافي بريزير، وخاصة كي نرى وجوهك هكا والحمد لله. أنا أقول ديما ولدي حي، كي نرى وجوهك هكا نقول ولدي حي الحمد لله. هو الله يرحمه وسيستقى ديما حياة وديما الفوق. نادي الصفاق سي أكثر من أنه يكون فريق ولا نادي نتاع كرة قدم، هو قبل كل شيء علاقات عائلة، وكل ما يمثل نادي هذه الصفاقسي يحسوا به الاطراف الاخرى، وهذاك علاش احنا موجودين هنا احياء ذكرى نتاع شخص اسمه حمدي. حمدي هذا توفى الله يرحمه، لكن الذكرى نتاعو ديما حيه، وعلى ذلك التواصل هذا بين المكونات النادي او مكونات الملعب والاطراف الخارجه كيما لي جروب كيما الجماهير الوفيه. الله يرحمه حمدي، واليوم جينا نعملوا في الذكرى نتاعو، وهذا حاجة مترفعة من معنويات حتى الوالد والوالدة متاعو، ونقول لهم ديما معاكم حتى معنويا ديما معاكم. كي نشوفكم انتم عبارة شفتوا هو بالحق هذا، والله يرحمه ولدي يحبه ربي، لكن ديما مش أقول لك ما أنت الولاد سيسيس كلهم هما ولادي، ونحس اللي ولدي ما ماتش ديما في ديما كي نشوف الوليد عبارة شفته هو. والحاجة باسمي باسم النعبية كل نترحموا عليه والله يرحمه، معناتها الناس هذية كما قلت أنت اللي ضحت على النادي ومعناتها مات في الستاد، بالطبيعة هذايا واجب باش كل معناتها كل عام نذكروه، وربي يرحمه ويصبر عائلته إن شاء الله. ما احنا كل عام مانيش باش نحكي من تعلق جروب ولا حاجة، اللي رانا نمثلوا الأحباء اللي احنا كل عام حمدي رانا ما ننساوش لي مومون فور هذوما، لازم ديما نخلدوا اسم حمدي. معناتها عادي ثم ايدي نورمالمون ان شاء الله توصل للمدير، عندك صالة الفولي ولا صالة الميسكيلاسيون عادي راهي معناتها تتقيد باسمه هو ان شاء الله. نحب نرحب بالكوتش ومحمود بن صالح، ونقول لهم الله يرحم والديكم يا خويا، ما خليتوش معناتها كل عام على الاقل تتفكروا حمدي، على الاقل تعملوا جيست باهي كل عام، وحمدي مازال حي في قلوبنا، وكي نرى انا الناس اصحابه هكا ويقعدوا دايرين بيه تقول عليها حمدي مازال معايا وقاعد نشوف في حمدي.